السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا غير، واخيرا نزلت اللعبه الاسطوريه ابيكس ليجند على الجوالات. طبعا نزلت على iOS وعلى اندرويد، الروابط كلها راح تلقونها في الوصف باذن الله، وفي الديسكورد الخاص لعبه ابيكس ليجند. اللي حاب ينضم للديسكورد كل شيء موجود في الوصف باذن الله. فخلونا ندخل اللعبه نوريكم كل شيء في اللعبه وايش الاشياء الجديده اللي اضافوها. فشيء اسطوري جدا انهم ينزلون اللغه العربيه بالكامل. تخيل انك تلعب كل الاغراض في اللعبه بالعربي، واضافوا المابات اللي الاغلب يحبها، وبرضه في نفس الوقت تشوف الاساطير اللي داخل اللعبة. أضافوا شخصية اسمها لوبا، شخصية جديدة رهيبة لأمانة، تصاميم الشخصيات رهيبة جدا، تحركات اللعبة مثل ما بتشوفون في المقطع أسطورية. أنا أحب الألعاب اللي فيها تحرك سريع جدا مثل إبيكس ليجند الأمانة، واللعبة لعبتها أصلا من زمان على البي سي، فحاليا على الجوالات، فلازم تجربون اللعبة ومجانية بالكامل. طبعا في الباتل باس اللي يبغى يشتري أشياء داخل اللعبة، لكن اللعبة عامة مجانية. فمثل ما تشوفون هذا هو الباتل باس، اللي حاب يشتري الباتل باس هذا هو قدامكم، تقدرون تشوفون كل الاشياء اللي راح تجيكم من الباتل باس. مثل ما تشوفون في بريميوم بلس بيعطونك سكنات ويعطونك سلاح ويعطونك مكافات حصريه. طبعا مثل ما تعرفون اللعبه مجانيه، لكن الباتل باس هو اللي بفلوس. فاللي حاب يضيف شخصيات، اللي حاب يجرب شخصيات، اللي حاب اسلحه جديده، خصائص جديده وحصريه بعد، فجربوا اللعبه صدقوني بتستمتعون، صدقوني بتستمتعون، اللعبه ممتعه جدا. وخليكم في المقطع. السلام عليكم، هلا شباب، حاكم اخوكم ريا اوس مزيد، ومعنا الشباب سلوم سبيشال. اهلا وسهلا، يا هلا وسهلا، يا هلا يا هلا والله. اليوم ان شاء الله راح نلعب ابيكس ليجندز موبايل. اللعبة هذه فيها زي ما تشوفون القوائم العربية، اللعبة أسطورية. اليوم إن شاء الله راح نلعب تحديات بإذن الله، راح يصير بيننا تحدي أقل عدد كلات. وش راح يجي يا عيال؟ عقاب، عقابات، مو بعقاب عادي يعني، عقاب قوي شوي، عقاب قوي. فكل واحد يبغى ينحاش من العقاب اللي بيجيه إن شاء الله. أقل عدد كلات راح نلعب ثلاث أيام إن شاء الله. أقل عدد كلات في كل جيم راح يتعاقب عقاب قوي، وما في سالفة ما مرحميني إن تعاقب خلاص ما يتعاقب. لا يا حبيبي، تجيب أقل عدد كلات تتعاقب مرة ومرتين وثلاث مرات تلقم يعني. هذا الزبدة، هذا أفضل شيء عشان تحاول إنك تطلع من العقابات. الله يستر، أنا ما ودي هاي يطلع، إني ما أدري شو بصير. والله حسني بجلد أنا، بس إن شاء الله لا. والله اللي نفس الشعور. يلا بسم الله شباب، نبدأ الجيم الأول. يلا 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 يلا، ما في وقت، ما في وقت. وش سلوم؟ مستعجل سلوم على عقابات. اتوقع مستعجل على عقابات سلوم، والله مستعجل واضح. ابغى القم وامشي، فهمت؟ انا حاسس اني هيطت الحين، مشكله اني هيطت الحين. الله يستر، حتى انا هيطت. الله خايف اني انا الاول كل شوي. والله قويه يعني، بالريز يمدينا نساعد بعض. ايه يمدينا. طيب وين ننزل؟ القائد ايه يمدينا. وين تبغون ننزل؟ استودع الوقود، استودع في النص، هذا احسه في النص. يلا بيجي زحمه. يلا مشينا مشينا. انا قاعد اطالع يمين، انا اقول وين نزلنا. يا ربي الله يستر. بسم الله. ايه يلا لوت يا عيال، لوت لوت لوت. لا يلا لوت 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 لوت. والله في حد عندك؟ ما ادري وش هو، بس سنايبر هذا واضح انه هذا بجي فيه وطلقه. انا ابغى ادور هو بالسلاح العادي يا رجال، ما انت جاي شيء. ابغى شيء يخلط خلاط اس ام جي. شفت واحد. ها في وقت، نبغى ننجلد بسرعه. ايش فيك سلوم من هزام؟ ماسك على ما في وقت. اوكي هنا دروع حلو، ناخذ هذا. نبغى نجلد احد شباب، احنا طولنا في المكان يعني. تلويت تلويت يبي لي اضبط انا السنسيفتي، احسه بطيء. دقيقه سنسيفتي، والله اني زيك احس انه بطيء، بس ما ابغى اخربه ويصير سريع بزياده. الله يستر، سرع وتهج معاه. جوا الزون حلو، شوف خطوات في واحد الظاهر. اي والله تحت واحد، عيال واحد يساري يساري يساري. دمش 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 ذبحت واحد عيال. هذا هذا بيموت بيموت. لا 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 بيموت. نزل نزل تحتي 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 سوشل. امشي كابو عليك. نايس حلو حلو حلو. او في بقى 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 راح راح راح. كابو نايس، كل واحد خذ له ذبحه يا عيال. انا بغلت المره حد يعرف، ما بغيت. حلو حلو شلت. انا عندي ذي خاصيه الريفيل مره اسطوريه، اطلعهم من مكانهم. وفي ناس، في ناس قاعد تشوف واحد. وين وين وين؟ بجيك بجيك، انا بجيك. اثنين دمشت دمشته. هيك هيك، والله ما ادري. انا شفت طلقات. عندي 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 كم واحد، كم واحد هنا هو دمشت. موت موت عيال. نايس واحد بس. اي واحد هنا بس ما ادري وين اخوياه. دينا فنش الظاهر، دقيقه في حركه تفنيش. دمج دمج امشي. مات كفو كفو عليك. وش الدرع اللي حاطه ذا؟ هذا اذا انسدح يقدر يحط درع. هي شو شو صح؟ وش هو؟ دمجته؟ صار شيلده؟ اوه ديد ديد. ليتس جو. يا سلام يا عيال، ما نقل واحد. ثلاثة انا دافع.
الرجال ذبحهم كلهم انا ما ذبحت احد. فوق فوق اليمين تلقى الجمجمه كم؟ يا اثنين. اوه ثلاثة اثنين اثنين. انت كم واحد؟ اي واحد. اوه قطار يا عيال ما ادري ايش ذا. انا بركض ادور كلز والله. يلا يلا الوضع صار نفسي نفسي. اموت من ثلاثة ولا اقعد لحالي كذا ميت ميت. فجأة بتشوف زرف كلز دمج واحد. بلحق تلوم الحين في الوقت الحالي بس. ريان هدي هدي شوية شوية شوية. هدي متحدي. لا سلوم قاعد يطلق عليه. لا تزرف. ليتس جو. لا زرفه. شايفه قبلك يا ولد. والله اني مجهز له من زمان. من يذبحها سلوم؟ ريان يا رجال ذبحها. اه اوكي. عند ناس ساكت. دعوه يا عيال ما عندي احد. ما معي طلقات. ايه زرفت هذول؟ ايه زرفت هذول شهر واحد ثلاث واحدين واحدين حقي اوه واحد يطلق عليه بس هذا معرك ونفسجي خط امه لو حقي سلوم هذا سلوم تم الزرف يا حبيبي والله زي زي ما زرفت زرفني والله اوه قدام سبيشل في واحد لا لا يزرف لا ذبحه لا يا ريال لا تقفى لا ليتس جو تعال تعال يوم السلامة ما في الا قوة قتل يا عيال اختفى اختفى امشي الحمد لله الحمد لله باي زيادة هذا وين راح؟ باقي من راح؟ سبيش اذبحهم لا لا تكفى لا يا يار والله زرفت مني اربع قتلات انا جيت عن سلوم زرف قتلتين مني وريان زرف مني واحدة في ثنتين ريان كيف تعرف طلعت لي انا طلعت لي الله يا سلوم الله ما علي اصلا نفوزكم عشان اول جيم عشان اول جيم سلوم خسر الجيم الاول فايش رايك سبيشل ايش رايك عندنا عقوبات كثيره وش نختار وش اختار انا معكم الشيء اللي تخاف منه عقاب تعطيها الحين حرات عشان ما عاد يجيك اي اشتر وصاخه يا عيال ما توقعت كذا ادفع 10 ما عندي مشكله اشياء هذه انا نفسي ادفع 10 ابو شب خمس مرات ايزي طيب سوي ريدي وسوي تحديات اخر شيء ايش رايكم خلاص اجل عقاب الاول سلوم اتفقنا انا سبيشل انه يدفع إيه؟ لنا حق الباتل باس يا سلام خشم ريال يا سلوم تدفع خشم ريال ليه يا اخي يلا بسم الله الجيم الثاني واحد ديد يا عيال اي هدي انا احس انه بيجون ريان عشان ليدر ها كذا نطلع عشان كذا ماخذ الليدر كنا مش قدامي على طول واضحه واضحه انا لقيت سنايبرين والله انه قاعد والله انه قاعد يروح لك يا ريان قاعد اشوف قدامي قاعد الاحكم من سنتين الله ياخذ ليسك ثلاثه والله اني قاعد الاحكم من زمان وش ذا يحرق حرق نازل لك نازل لك والله ما اخليك ايه تلوم ذبحها وانا اقول طيب طيب لازم نرد بعض من الصرفات اللي صارت بعض من السكوت بعض من السكوت بعض من الكلاب لا عدوني بزر من اليسار والله تورط الله ايش الاسلحه اللي معي انا يا ربي مصدع اقول ايش دابي ما يركض جالس وانا امشي ريان قاعد يروح لاماكن فيها ذا ناس كيف خليني الحق انت انا جيتني واخذت مني كل انقلع سلوم انقلع بعد ما ذبحت 13 في بدايه الجيم فزع سلوم لا تكفى ايه تستحي على وجهك انت كسر شيلدي الله العظيم غيرني فل كيف فكر ريان قاعد يشوف شيء ما اشوفه انا الله اني قايل لك كل شيء ما اشوفه طلق علي من بعيد جيته ريان بقي قتلات انا مو قاعد اقتل واحد والله طلقت على سبيشل سبيشل شوف الكل فيت حقي قبل شوي ثلاثة اوكي
اخذهم احد. تعبني تعبني يمين بالله ذا هو ذبحه يا شباب. يوهو. لا حركتي ضبطت يا عيال. ايه لون بدا بدا طاح على خير تسلم ما شاء الله. ثلاثه انا قاعد افر 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 ما في احد. اوه يا الحمد لله من ال 15 اللي ذبحهم عند يجون عنده ريان يجون عنده ثلاثة 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 وين؟ يجون مع بعض انا يجون واحد واحد قطارة يا الله واحد ظهرني سلم انا الاخير اي والله اي والله والله فرق ذا واحد سبيشل يا ساتر 9 8 5 يا عيال وش وضعكم؟ في عقاب تبوني ما اجربه كل شيء بجربه كل انواع العقابات. اعطيك عقاب ثاني مرضين سهل اعطيك فلفل هذا واحد واصل. شوف 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 سلوم نختار لك ايوه فلفل حار نبغاك تاكل اللذعه هذه اللذعه نبغاها تجيك الحين يعني لقمه بس عجيب سبحان الله مجهز الفلفل داري اني بخسر انك عارف يا الله يا الله عاد جوعان يعني الله يعيني متعشى متعشى افضل شيء نقنق قبل ذا بس هذا عشاي يلا يلا بالعافيه خلينا نشوف بسم الله قلنا تاكل قبل ما تاكل بسم الله ها وكيف صوص حار بسم الله اكثر ولا شوي تبي على حسب لقمتك انت والله شوف اصابعي جهه صوص بعد من صوصه بسم الله على بركه اللقمه الله يعين يا هلا ذا كذا فلفل وحبحر مطحون الله يستر بسم الله بديه اي والله حار يا ساتر ترى هذه نظف البطن يقولون في ديدان ولا في ليش في قمثال عشان انظفكم والله حار يا عيال عشان مره واحده انت خسران برضو ما تعشى ما بدافع باتل باس على الصوص ذا لا بتدفع لا لا ما بدافع إيه ما في وختم مقطع يلا سلم وختم بس هذا كان عندنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا ولا تنسوا تحملون اللعبه اصبر بين كل كلمه لازم كذا لا تنسوا تحملون اللعبه الروابط في الوصف واللعبه بالعربي بالكامل ف بين فترة وفترة راح ينزلون شخصيات اللي يبغى يشتري الباتل باس وكذا يبغى يستمتع باللعبة ادخل الباتل باس في شخصيات جدا جميلة وفي خواص جدا جميلة فالحقوا عليها واستمتعوا باللعبة وبس ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع يعطيكم العافية يا شباب وشكرا لبيكس ليجند على رعايتهم هذا الفيديو وبس نراكم على خير في امان الله السلام.